بالمناسبه دي صور بعثه النادي الاهلي وهي تغادر كينشاسا عاصمه الكونغو الديمقراطيه في طريقهم الى القاهره. وطبعا النادي الاهلي سافر بطياره خاصه، ده من قبل مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب علشان تسهيل عمليه السفر وايضا علشان الكورونا. ودي لقطات حصريه لينا هنا في برنامج الاشبال على قناه الاهلي، يعني لحظه مغادره النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي من كينشاسا هناك. طبعا فرحه كبيره داخل البعثه، معنويات مرتفعه كبيره، خاصه كمان قبل التوقف لمنتخب مصر. فالفتره اللي جايه هتكون فتره يعني فيها استعداد كبير وفتره فيها دفعه قويه، وده نجمنا طاهر محمد طاهر اللي احنا دايما بنراهن عليه. احمد بيكهام تغييره مهمه النهارده، احمد رمضان بيكهام مكان ايمن اشرف، النهارده ايمن اشرف. احنا كنا بنشوف الحكم النهارده، الحكم اللي كنا قلقانين منه قبل المباراه اللي كان حكم مباراه النجم الساحلي وطرد ايمن اشرف وقتها، النهارده ادار المباراه بشكل فيه يعني شكل كبير جدا ممتاز. النهارده تغييره موسيماني لايمن اشرف علشان خوفا من ايمن اشرف عنده انذار، ممكن الحكم يديله انذار الثاني ويطرده، فكان تغيير رمضان بيكهام اللي برضه ادى بشكل كبير. عايز اقف عند محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه النهارده اللي احرز الهدف الثاني، هدف من الاهداف الحلوه جدا، هدف فيه مهاره عاليه جدا. محمد مجدي قفشه اللي دايما بيظهر في اللحظات المهمه، وهو ده لعيب النادي الاهلي، لعيب النادي الاهلي اللي بيظهر في اللحظات الصعبه ويكون عنده شخصيه البطل. نرجع للبطوله اللي فاتت ونشوف محمد مجدي قفشه في مباراه الهلال السوداني واحرز هدف النادي الاهلي وقتها في ظروف صعبه في حضور جماهيري كبير. ايضا محمد مجدي قفشه اللي سجل ايضا في مباراه الوداد في نصف النهائي في مباراه كانت مهمه وصلت لنا او وصلنا بيها للمباراه النهائيه امام الزمالك. والنهارده محمد مجدي قفشه بيظهر بشكل رائع في الملعب وكمان بيحرز هدف بمهاره عاليه في الزاويه البعيده صعبه جدا على حارس المرمى. ايضا محمد مجدي قفشه اللي ظهر في مباراه الزمالك في البطوله التاسعه في المباراه النهائيه كمان القضيه ممكن. فعلشان كده اللاعب الكبير بيظهر في اللحظات الكبيره، شايفين سعاده كبيره وابتسامه كبيره على وجوه لاعبي النادي الاهلي. محمد هاني كمان النهارده لعب مباراه كبيره، بنقول له الحمد لله على السلامه، يعني كان في تخوف شويه من الاصابه بتاعته، كان خد كدمة قوية في دماغه قبل المباراة، لكن هو ده الإصرار ودي الرجولة ودي العزيمة المتعودين عليها دايما على لعيبة النادي الأهلي. الفرحة حلوة. وشايفين كمان محسن صلاح، صلاح محسن اللي أحرز هدف مباراة الإسماعيلي، النهاردة بيقعد ما بيشاركش. هي دي يعني فرقة النادي الأهلي، مش مهم أنا النهاردة موجود ولا مش موجود، المهم النهاردة إن الفريق بيكسب، التيم بيكسب، المجموعة بتمشي دايماً على الطريق الصح. كمان ياسر إبراهيم، لازم أقف عند ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم اللي لعب البطولة التاسعة من أول مباراة لآخر مباراة كان أساسي، وجه مع موسيماني قعد شوية مع بدر بنون، النهاردة الراجل بيقول أنا موجود تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، النهاردة قعد فترة، رجع لاعب في كأس العالم للأندية، أدى بمستوى عالي. عنصر مهم جدا بيقعد النهارده بيشارك من بدايه المباراه، بيقول دايما للجهاز الفني انا موجود وتحت امر الجهاز الفني في اي مباراه بيلعبها. لازم نشيد بكل لاعبي النادي الاهلي. وايضا تحيه لموسيماني. موسيماني بالمناسبه اللي كان فيه جماهير على السوشيال ميديا بعد التعادل المباراه اللي فاتت شككت شويه في موسيماني وبدات تنادي رحيل موسيماني، موسيماني اسلوبه مش النادي الاهلي، موسيماني وموسيماني. لكن النهارده لما تشوف موسيماني اللي محقق لك البطوله التاسعه امام المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك، موسيماني اللي حافظ السنه اللي فاتت على بطوله الدوري واستكمال الارقام القياسيه للنادي الاهلي بعد رحيل فايلر، موسيماني اللي حقق بطوله الكاس بعد غياب سنوات امام طلائع الجيش، موسيماني اللي بيحقق برونزيه كاس العالم وده الانجاز الثاني في تاريخ النادي الاهلي، كان الاولاني في 2006 وهو بيحقق الثاني في الدوحه. ما شاء الله موسيماني ماشي بخطى ثابته،